حفلتي. إنها أنا ملكة المدرسة واليوم لدي حفلة قبل التخرج. هل تريدون رؤية من سيأتي معي؟ تجلسوا ما فتيات في حفلتي أنا. يا غبي ما الذي تفعلينه؟ فستاني. لقد خدعتني قبل تخرجي مباشرة. كنت أتحدث معها فقط. ما خطبكم؟ إيفا لقد كنت طوال هذا الوقت في البث المباشر. لا تايلر سيدفع ثمن هذا. والآن هل تدرك قدر الشرح الذي سببته لي؟ ماذا فعلت؟ هل جنينتن؟ لماذا تهجمون معا على تايلر؟ تعتقدون أنكم رائعون؟ اقتربه منا، سنريكم معنى الإساءة إلى صديقتنا. إيفا أسهل الفهم، كنا نتحدث فقط. أجل طبعا، أنت لن تأتي معي إلى حفلة التخرج. لقد خسرت ملكة المدرسة. لا تسمي نفسك ملكة، أنني أستطيع جعل أي واحدة ملكة المدرسة قبل التخرج. قلت من أي شخص؟ ماذا عن الدحيحة كيتي؟ لا مشكلة، نتراهن. موافقة، ستقف لوحدك في الزاوية في حفلة التخرج. إيفا يكفي هذا، اكسر الرهان. رائع، وإذا خسرت ماذا سيحصل؟ سأقود سيارتك طوال العام. فتيات اتبعني. لقد أبرحناهن ضربا للتو. ارحل. نعم. هيا بنا نسخر من الفاشلين. أجل. معي شيء سيفيدنا، أخذته من المطعم. رائع، ضعيه في كتاب كيتي. ولكريس لدي هدية خاصة، سيحصل على هذا. أحسنتي. هيا ندخل. لقد كان مثيرا جدا، قرأت في مجلة البارحة عن جاء الفاشلان. هيا دعونا نمرح. كلا لا توقفوا. لا تلمسوا. وإذا لمسناها ماذا سيحصل؟ سترمي الكتب علينا. لا ماذا؟ أتخاف منا. اصمتا واجلسا في مكانكما أيها الغبيان. أرأيتما؟ الآن لن يقوم من هذا الكرسي. كيتي، هل معك ورقة مع القواعد؟ يجب أن تكون في مكان ما هنا. انظر، أحدهم لم يعد قادرا على الرؤية. كريس ساعدني، لا تترى نظاراتي. انتظر ارجعوا.
تايلر لا تعطيه إياها. يمكنك أن تراي. نعم أفضل، شكرا لك. تايلر خائن، ما الذي يفعل؟ إذا فعل ذلك لابد أن أراده. كيتي لدي عرض لك، أتريدين أن أجعلك ملكة المدرسة؟ أنا؟ جنون؟ لماذا أنا؟ أو أنت جميلة ولطيفة. هل فقد عقله تماما؟ أنا جميلة؟ جنون؟ هل هذا حقا؟ جدا. اسمعي، يمكنك أن تصبحي ملكة وأن تأتي معي للحفلة. رائع، شكرا تايلر. لا أفهم، ماذا عني؟ أنا خايف منه. لنذهب كيتي، لدينا الكثير من العمل. رهيب، أمل أن تكون هذه نكتة ما. لماذا أحضرتني إلى هنا؟ استريحي، دعوتك إلى هذا المكان لكي تتعلمي التحدث مع الناس. أهلا يا إخوان. أوه إيفا، لقد تغيرت كثيرا. تبدين بشعة. اصمت، انسي أمر إيفا، هيا بنا نشاهد الفيلم. واو، فيلم رائع، إنه مخيف جدا. نيت، أنا خائف. ماذا بك؟ لا تقلق، أنا خائف أيضا. ماذا بك؟ انظر إلى هذا اليوم. توقف، لا 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 لا. تايلر، هل أنت بخير؟ تايلر توقف. آسفة، لم أكن أعتقد أنك تخاف من أشياء بسيطة هكذا. آسفة. لقد بالغت في الطعام. نعم بلى. لم تنجح خطتك، لا بأس. حقا لا بأس. ها، أنت غير طبيعية، لما كنت تسخرين مني؟ فو، ضعيف. أنا أحب المرح وأحب الرعب. عليك أن تكوني أكثر أنوثة، هذا الطريق. مرحبا متابعي، أنا وكيتي حضرنا فيلما مخيفا للغاية. كانت تخاف ولكنني هدأتها. نعم مغفل، أنت من تقيأ من الخوف. كيتي كان بإمكانك التظاهر. إنه الفاشل لن ينجح بالتأكيد. ماذا لو نجح؟ سيذهب إلى حفلة التخرج مع هذه الفاشلة. فلي يذهب، سيسخر الجميع. ولكن على أي حال علينا أن نزعجهما. أي اسمع يا دحيح، هل أنت صديق كيتي؟ بالطبع أنا، حتى أننا قريبان مثل الإخوة. أريد هذه البدلة لحفلة زفافي. أي زفاف؟ هل رأيت نفسك؟ اتركي، هو وكيتي زوجان مثاليان. اسمع يا مرتدي النظارة، هل تريد أن تصبح صديقي؟ لا أريد، لا أصدق الأشخاص أمثالكن، أنت مخادعة. يا إلهي، ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن يكون في صفنا. فتيات، لدي خطة رائعة ستنبهران منها. مرحبا، لقد جمعت بعض الحشرات هنا. أوه، عمل جيد. هل هي حية؟ نعم، انظر، إنها تزحف. أترى؟ كلا. انظر، انظر ماذا لدي أيضا. هل جنتي؟ ماذا؟ هكذا. هذا عجيب. مذهل، أنت رائعة، لنكن أصدقاء. طبعا. هل ستساعدني في صنع شجار بين تايلر وكيتي؟ بالطبع سأساعد صديقتي، إن تايلر لا يعجبنا أيضا، لقد سرق مني. لا لا، اهدأ. سننتقم منهم جميعا وسنعيد كيتي.
كيتي كلي بحذر. أنا أحاول وبالإضافة هكذا ألد. ماذا بك؟ أنت ظريفة جدا، لكن لا تأكلي هكذا، ستكونين ملكة المدرسة قريبا، تفضلي. آسفة. هذه البقعة من المكرونة تناسب جدا. إلهي، لما هما معان؟ إيفا افعل لي شيئا. يا له من مزعج، يعلمه كيفية الأكل. اسمع، دعنا نفسد كل متعتهم. كيتي ستعود إلي طبعا. جاهز؟ لم أكن أعرف أنك ظريف هكذا، من المؤسف أنني لم أعرفك قبلا. مؤسف حقا. لا تجرع على أخذها مني. ماذا فعلت يا كريس؟ صح، هل جنن؟ ارحل من هنا. لن ارحل. فهمت فهمت، سارحل. كيتي تعالي، ابتعد عني ايها الاحمق، لقد افسدت الطعام. لن اذهب معك الى اي مكان. كيف لن تذهبي؟ وماذا عني انا؟ وبدلة زفافي. انت لم تعد صديقي يا كريس. اين ذهب تايلر؟ لقد خاب ظني في كريس. عالقة علي لهذا الحد. لنذهب، توقف عن البكاء. لقد أهنت تايلر بشكل رائع، لم أتوقع ذلك منك. ماذا بك؟ لقد خدعتني، وعدتني بأن كيتي ستعود إلي. يكفي يكفي، ستعود إليك كيتي. قالت إنني لم أعد صديقها بعد الآن. أفسدت كل شيء. يكفي، توقف عن البكاء، يكفي، يجب أن ننهي هذا العمل. لا تبكي لا تبكي، اهدأ. لنذهب إيفا، لن أبكي بعد الآن، سأثبت لكيتي أنني رائع. المجنون تايلر. مؤلم. أي يوم من هذا؟ ما هذا؟ عزيزي كريس، أنا عميق جدا كالبحر، أستطيع رؤية المحيط في انعكاس نظارتك. ليس أنتم جمالة؟ أنا كيتي، كنت أعرف أننا نتبادل نفس الشعور. سأعيدك بأي ثمن. هذا سيناسبك. ولكن تايلر سأبدو غريبة فيه، انظر إلي، كيف أستطيع ارتداء هذا الفستان؟ عليك أن تكوني ملكة حفلة التخرج، نسيتي؟ جربيه. ما هذا؟ أبدو سخيفة. تصرفي على طبيعتك. قفي باتزان. لكني لم أتدي مثل هذا قط. نجم مفضل. لا أعرف، المغني ديلان؟ تخيلي أن هذا المغني ديلان وستقابلينه. ثقي نفسك، ستنجحين. مرحبا ديلان، أنت وسيم جدا، ما رأيك أن نتنزه؟ هيا كيتي أنشط، أري أن لديك أزيمة. لا تصورني. حسنا ديلان، أنت مذهل جدا، إني منبهرة بك جدا، أنت نجمي. ديلان أنت فتى أحلامي. مسخرة.
يا لها من حلقة. رايتي، كان هذا مذهلا. أي أظن أني بلغت جدا. لا 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 لا، ماذا بك؟ أنت مذهلة. شكرا تايلر. هل يناسبني هذا الفستان؟ كلها تناسبك. أوه انظرا، جاءت محبة دمية العرض. تعال إلي يا لطيف. إنها لا تستطيع التحدث مع أي شخص في الحياة الواقعية، لذلك تتحدث مع الملكة. عما تتحدثون؟ ماذا يحدث؟ انظري إلى هذا، أيتها المجنونة. عالجي عقلك. ماذا؟ لا يمكن أن يحدث ذلك. تايلر كيف تجرأت؟ فاشلة. توقفوا عني، ليست إليها. انظروا ها قد جاء البطل. ليس لديك أي فرصة، لست مانيكان. لقد علق صوري في المدرسة وأحرجني. كيف قلت لك تايلر لا يستحقك؟ أنت لو مجرد مزحة. ارحل كيتي لين. لكن كيتي استمعي إلي. ما زلت لا أتحدث معك بسبب ذلك الحادث. اسمعيني، لم أقصد حينها الإساءة لتايلر، كنت قلقا عليك فقط. لابد أنك كنت على حق، كيف تجرى على فعل ذلك معي؟ كيتي، أرأيت في المواقف الصعبة، الذي يدعمك هو أنا، ليس هو. كيتي اخرجي. ماذا أفعل الآن يا كريس؟ افعلي ما كنت تفعلين في السابق، حل الرياضيات، اجمعي الديدان. يجب أن تفهمي بنفسك أن تايلر لن ينظر إلى شخص مثلك، إنه حلم المدرسة. كنت أقصد أنه أحمق. أنت جميلة لكنه لم يلاحظ. أنت محق يا كريس، إنه مجرد أحمق نرجسي متكبر، وأنت صديق حميم. شكرا لك. من تواعي سروري. آسفة تايلر، ولكن يجب عليك رؤية صور كيتي في الردهة. إنه تايلر، هل أنت هناك؟ نعم، حبسني شخص ما هنا، لا يريد أن يفتح. سيندم من فعل هذا. مسكين، كيف حدث ذلك؟ لا أفهم، من يمكنه فعل هذا مع هذا لطيف مثلك؟ ماذا تريدين؟ تخاصمنا، لما تعاملينني هكذا؟ أنت ما تظن ذلك؟ لقد بلغ كل منا في تشاجرنا. هل تسخرين مني الآن؟ لقد ضربتني في بث مباشر والكثيرون رأوا ذلك. يكفي. يكفي، لقد غضبنا ولانا يكفي، نحن أعز أصدقاء. لا أظن ذلك، ماذا عن رهاننا؟ من يهمه هذا الرهان؟ لماذا لا تفهم؟ إن لم نذهب إلى حفلة التخرج معا فلن نصبح ملكا وملكة. نحن الأروع في هذه المدرسة. ماذا عن كيتي؟ إنها حمقاء، وبالإضافة قالت أنك غبي ولا تريد التحدث معا. ماذا؟ أتعرفين أنا لا أهتم بها؟ هل تريدين أن نكون معا؟ أنا أريد. نانا، ما هذا؟ حسنا، إحصائيات، جبر. كيتي، أخيرا ستكون لي. إلهي. معلم. إلهي، يبدو أنني أفقد عقلي أحيانا بسببها. ماذا؟ مجددا؟ رائحتك مثل الجبر، أنت تسبب الجنون كالهندسة، وأنت تشبه الشوكولاتة. كيتي، يلا من كلمة لطيفة. حسنا، إنها تنتظر مني الخطوة الأولى.
سأذهب وأقول لها كل شيء في وجهها. تايلر، كيف تجرأت؟ أنا أكرهك. كيتي، فهمت كل شيء، يجب أن نكون معا. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ ماذا؟ ألم تفهمي؟ أنت تشبه شوكولاتة. فهمت كل تلميحاتك. في عينيك أرى البحر. باختصار، حسنا، أنتظر إجابتك. أمني أكون صادقة، لم أفهم شيئا. أنت غريب نوعا ما. أنا لست غريبا، انظري، لقد اخترت بنت الزفاف. كريس، أنت تخيفني، لم أخطط للزواج منك، نحن أصدقاء. هل كنت تخططين؟ لا تتظاهري. أنني أرى فقط أنك محرجة من الاعتراف لي. كريس، لا تلمسني. حسناً حسناً، لن ألمسك. باختصار، أنا أحسن من تايلر. أنت ظريف للغاية كريس، وبالإضافة لقد تصرف تايلر تصرفا سيئا، وأنت تدعمني طوال هذا الوقت. هو فعلا لا يستحقك. من يستحقك؟ وأنا. يجب أن أفكر. بالطبع، فكري كما تشائين. إنها لم تتوقع أنني جريء. إنني عند الهدف تقريبا. أجل، يا لطيف. أيها الوغد، لماذا أتيت؟ كيتي، لقد استخدمتني لتتصالح مع إيفا. لماذا فعلت ذلك؟ ارحلي من هنا. كيتي، لم تفهمي. اجلس كذلك، لقد كان يخدعك لكي نتصالح. يا لطيف. تايلر، لقد كسرت قلبي. ارحلي من هنا. سوف تندم على ذلك. ارحلي من هنا. كيتي، توقفي. إلى أين أنت ذاهب؟ دعها تهرب. أنك اشتقت إلى بثورها. إيفا، سئمت منها، تبالغ كثيرا. مرحبا. ماذا بك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ ما الذي تريدين؟ هل تريد الزواج مني أم ماذا؟ ما رأيك؟ حسنا. هل تبادلتما الخواتم؟ ماذا؟ لا 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 لا، كرر من فضلك، ما الذي قلته؟ قلت هل أجعله حرا أكثر؟ لا لا لا، شكرا. إيفا، ما هذا الخاتم؟ أمي هدتني إياه. لماذا أنت متوتر؟ ما رأيك في ملابسي؟ رائع، إنها تغضبني، كل شيء رائع حقا. كنت أعلم أنها ستعجبك. ما هذه التصرفات التي تتصرفها؟ كم هذا يغضبني. لا بأس لا بأس، سأعتاد على هذا، أنا فقط بحاجة للوقت. أنا فقط بحاجة للوقت. أوب 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 أوب. أنت مضحك جدا يا كريس. جمبيل كريس. توقف. ما الذي يريد منها؟ إلى أين أنت تنظر؟ هكذا أفضل. لقد سئمت من كيتي ميلكي. كيتي، ماذا لديك هنا؟ طالت أختي، لا أستطيع أن أرى جيدا. ها؟ ألو،
هل أنت هنا؟ نعم آسف. إنني أشتاق إليه. ماذا قلتي؟ لا شيء، دعنا نأكل. هذا أو هذا؟ كوكو. فتيات، ما الذي ستقولانه؟ رائع، كلاهما يعجباني. قول شيئاً. جميل رائع مدهش مذهل لدرجة لا تصدق. ماذا سألت؟ كل شيء واضح معكما. وأنت، هل ستنتبه لي اليوم أم لا؟ نعم، أنا آسف. ماذا سألت؟ إيفا، ستكونين ملكة حفلة التخرج في أي فستان؟ سأستنشق بعض الهواء. يا إلهي، لا أعرف ماذا أرتدي. أريد هذا الفستان. ملكي، أعطني. هذا يكفي، لن ترتديه ولا واحدة منكما. وأنت، لماذا تقف هنا؟ آسف، سأعود حالا. سئمت من. وأنتما، لما تجلسان؟ ساعداني في الاستعداد، قلت الآن بسرعة. كيتي، لما تبكين؟ لقد خدعتني، أردت أن أكون ملكة حفلة التخرج وأنت جعلت مني بلها. لكن كيتي، الأمر ليس كذلك، صدقيني. طبعا، لهذا السبب عدت إلى إيفا. أنت من غضب أولا. إنني في الواقع لا أعرف من غضب من. كيتي، توقفي، اخلعي هذه النظرات، لديك عينان جميلتان. توقفي، ماذا بك؟ تايلر، آسفة، لكن لا أستطيع مسامحتك. من فضلك كيتي. كلا تايلر، لا تلمسني. كيتي، ماذا بك؟ لقد كذبت علي، لذلك لن أصدقك مجددا. توقفي. أتعرف ماذا؟ سأكون ملكة المدرسة وسأفعل ذلك بدونكم جميعا. ودعا تايلر. كيتي، لا. كيتي. كريس، مرحبا. آسفة، ليس لدي وقت لك. أخبريني، هل فكرتي؟ حول ماذا؟ بخصوص أن نكون معا. نعم، فكرت. وبعد، ما هي إجابتك؟ آسفة كريس، ولكني مستعجلة حقا، لنتحدث بعد. إنها غامضة جدا. أريد أن أعلن ملكة وملكة حفلة التخرج. سنكون نحن، أنا متأكدة. سيكونان إيفا وتايلر. هيا، مبروك. شكرا لكم جميعا. أنا أحبكم. هيا. هل أنت سعيد؟ بكل تأكيد، ما بك؟ ماذا؟ من هذا؟ إنها هي كيتي. مرحبا أيها الفاشلون. إنها جميلة جدا. لقد جنت تماما. هل أنتم خائفون؟ كيتي، ما هذا الوراء؟ لقد قاطعتنا. سيد آدم، اخرج من هنا. مرحبا، يا لطيف، سأفعل بالضبط كما علمتني. أنت لا تستحق أكثر من هذا. ارحلي من هنا، لقد أفسدت تتويجي. لأنك لست ملكة، بل تتظاهرين فحسب.
ماذا؟ ما الذي تقولينه؟ لا يمكنك حتى الاعتراف بأنك مع تايلر فقط لكي تبدين رائعة. رهيب. وفي الواقع يعجبك الفاشلون. اصمتي، يكفي. يجب أن يعرف الجميع هذا. كريس، هذه لك. ماذا؟ أقلت كريس؟ هذا ليس صحيحا. أنت تهددني. اذهبي إلى الفاشل، أنا الملكة هنا. ودعان يا فاشلين. كيتي توقفي. لا، كيف عرفتي؟ فاشلة. مرحبا رفاق. الرفاق، مرحبا واهلا بكم. لقد شاهدتم الفيديو الخاص بنا حتى النهاية، والآن كالعادة الألعاب المفضلة لديكم. اليوم سنلعب مع الممثلين، سنلعب لعبة تسمى بدون كلام بدون كلام. أعتقد أن هناك من يعرف هذه اللعبة، ولكن لعبتنا ستكون مميزة، ليس كما اعتدتم. حسنا، لدينا هنا التمساح. إنه صغير جدا. أحسنت. لدينا هنا ملاحظات باسم الممثل ودوره من مقاطع الفيديو الموجودة على قناتنا. مهمتنا دون النظر إلى الداخل أخذ ورقة وقراءة ما هذا الدور ومن هذا الشخص، وبعد ذلك نمثل بدون كلمات وبدون أصوات. يمكنكم استعمال اليدين والقدمين والملامح أيضا. في الواقع أعتقد أن الجميع هنا جبناء، لذلك سأبدأ أولا. أجل زاك، هيا. حسنا، سأخلط أولا. أجل، لا تخلط. حسنا لقد وجدت الورقة الأولى، سأنظر. أوي، هنا كيسي. لا. إلهي. هذه كريستي. عندما تمثل الوحش المخيف التالي. في الواقع لقد قلتها أولا. هيا. لا تنظر، تساءل ما بها. حسنا، ابدأ. هاري موظف. أحسنت، كان هذا سريعا. حسنا، هل شاهدتها؟ أقصد فيديوهاتنا الأخيرة. حسنا، هيا أرينا ماذا هناك. أرينا راقصة الإنجليزي. هذه تينا راقصة. إيفا راقصة باليه. إنها أميرة. ها؟ بيض الثلج. سأمثل فكر. فكر. أحسنت يا إيليس. حسنا، إيليس دورك. هيا. أحسنت. رائعة. هذه كيتي وينزداي. حيوان. كلب. هل هذا حيوان؟ قد يكون ديلان. هذا كلب. ديلان مستأذب. ميا مستأذبة واحدة مننا. إنها تشبه الحصان. إحدى العناصر التقليدية. هل هذا كلب؟ شيئا مختلفا. أخضر. هذا عنصر. ليس كلبا. عنصر ما؟ عنصر. هو ضفدع أم لا؟ أي ضفدع؟ كان لدينا ضفادع. ولد ضفدع؟ لا أعرف من. هاري. نت. زاك، ديلان، آدم. من هو كريس؟ إذن؟ تايلر. أجل. لقد أجاب. أجل. لم يكن هذا سهلا. أسمع إلى أولانا. أجل. هيا ليجرب شخص أخيركم الآن. أعطوني. هيا. خذي العلبة من نيت. تفضل همسك. اجلس. هيا أرينا. راقص باليه. راقصة باليه. تينا، إيفا، أليس. رائع. لا، أجابت ميا أولاً. أليس. كلا، توقفوا. من هي بالضبط؟ قلت أسماء جميع البنات. راقصة الباليه. من هي؟ ليس كذلك. هي جميلة. ماذا قلت؟ طريقة جيدة للعب. تينا، قولي تينا. اسمعوا، ما دورك راقصة باليه؟ إيفا. لا. أليس. إذن أليست كيسي.
إليس كان الجواب صحيحا. اسمعوا ما دورة كراقصة باليه؟ رئيسية تينا الراقصة. أساسية لا لا أتريد نعم. نعم هيا إذا هيا فلنبيرينا لا تنظري لا أنظر أري المشاهدين لا تنظروا نحن لا نعم. ننظر لا ننظر فقط مشاهدنا نعم نعم من نعم. يرون نسمح لكم فقط أفضل ما لدينا لدينا أفضل ما لدينا هي تفعل شيئا لقد بدأت التمثيل هل هذه إيفا تلك الدمية؟ لا وينزدي؟ نعم كيتي كيتي كان ذلك صعبا جدا في الواقع من الجميل أنكم أجبتم أنا أقول لك أليس وهو لا يجيب ماذا هذيك؟ حسنا شخص صغير ديلان مية الملاكمة مية نيت أنت كلا أنا مميز أنت تنزلت مرة واحدة حسنا مر الجميع تقريبا الآن سأجيب وسأمثل بعده بدون شك يجب أن لا ينظر إلي زاك حسنا ديلان كان ذلك سهلا للغاية كيف أفعل ذلك؟ جدي الجد من السرقة أنا؟ نعم لا يوقع نعم 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 رفاق لقد لعبنا مع ممثلين وممثلاتنا لذلك هيا من أعجبكم أكثر أخبرونا بالممثل أفضل من يمثل أفضل بدون صوت من يحب المقاطع المضحكة فلتشاهده ماذا؟ هل تخاف منا؟ لم تقع هذا رائع لقد جننت تماما أي أنت أيضا توقف ماذا؟ ماذا؟ ارحلي ما هذا؟ بصوت واحد أجل أوه يا إلهي لقد كسرته لا تقلقي يجب أن نكون معا ماذا؟ من هذا؟ إنها هي كيتي أنا أشبه شوكولاتة آسفة لقد كانت مزحة